مكمل معايا في الفقرة دي الأستاذ عصام عجاج المحامي بالنقد، وانضم لنا الأستاذ سيد سلامة وهو مقاول صديق عائلة محمد سويلم، وعم عبد الرحيم والد دينا، والشيخ صبري عبادة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيكم معايا. مرحبا بيك يا عم عبد الرحيم. اتفضل. أنت الحلقة اللي فاتت جيت تفضل. وكنت بتدور على دينا بنتك، وكان عندك مشكلة كبيرة. تمام. إنك بنتك اتخطفت. تمام. طيب احنا وصلنا لدين. تمام. وحابين انها تكلمك في التليفون، ايه رأيك؟ تحب تسمع صوتها؟ لا. طيب. طب هي عايزة ترضيك؟ لا. ترضيني؟ طب تعتذر لك. عايزة ترضيني؟ اه. تتفضل تيجي البيت. طب تسمعها الأول. لا، رافض. أنا رافض. انا رافض لان انا ما قصرتش فيها اطلاقا. انا مش شيلت اللي هي. ايوه مظبوط. تمام. انا مش شيلت اللي هي. تمام. ومعيشها. انا بشتغل باليوميه، وهي قالت ده. بقف من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 12 بالليل. ايوه بس اسمعها. طيب معلش، بعد ما تقفلش كل الطرق عليها يا عم عبد الرحيم. انا ربنا اعلم بي. انا ربنا اعلم. طب عشان خاطر يخلي قلبك كبير واسمعها. ما يبقاش عيل بلطجي فاشل حرامي عليه 15 سنين سجن متأيدين عليه. طب احنا جايبينك عشان نحل ومتعاطفين معاه. ولا متعاطفه معاه. لا ليه بيت ولا ليه مكان. طب نسمع دي الاول. خلاص مالناش دعوه بيه دلوقتي. انا مش حاري رافضها. احنا مش لينا بنتنا. انا رافضها. مش انت كانت بنتك عايزها. انا عايزها تروح بيتها. تروح بيتها على دماغك. طب مش تطمن عليها الاول. انا مش يمكن عيانه في مستشفى في حادثه. عيانه تروح في داهيه. لو هي عيانة حاليا دلوقتي وتموت ويجيني خبرها انا مبسوط، انما هي سليمة ترجع على البيت بالادب والاحترام وتجيب حاجة الناس. وانا مش غصبتها على اي حاجة خالص. حاجة الناس اللي هي ايه يا عم؟ اللي هو الذهب بتاع الناس. اتفضل يا عم عبد الرحيم، ادي ذهبك. الله، شوفوا النبي الكلام. اتفضل اهو. هو دي ذهب؟ ايوه. مش ده الشبكه؟ اه. اتفضل الشبكه اهي. وهات الفاتوره وبص عليها. الفاتوره موجوده. هتلاقي نفس الحاجه بتاعتك وتليفون بتاع بنت حضرتك. خليه يمسكها يا شيخ. فين التليفون؟ موجود التليفون. وادي التليفون يا تمام. يا حاج عبد الرحيم. تمام. اتفضل. ماشي، شكرا. انا بقى عايزها تروح البيت، ولو عايزه تتجوزوا انا اجوزها رسمي من البيت. كلام. هو جاي لك 10 مرات يا عم عبد الرحيم. يا عم اكتر من 10 مرات. صل على النبي، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الوقت انا لا مؤاخذه جاي علشان اناسبك، وانت قلت لي لا انا اسف. اسرقت؟ اتنين بيحبوا بعض يا عم عبد الرحيم. يا عم اسرقت؟ اتنين بيحبوا بعض. امال هي؟ يا عم عبد الرحيم. يا عم الحاج. يا عم عبد الرحيم. يا باشا. طب ما انت عايز تخطبها على الجواز يا عم عبد الرحيم. انت عايز تقطع عليا؟ اتفضل. انا عايز اقول اللي عندي. اتفضل. اولا هو جاي. الكلام ده من سنتين هو وخال. مظبوط؟ خلي اللي انت متهمه ان هو اللي ساعد في خطفها. اللي هو حسني. حسني ما يعرفش شكل بنتك ايه حتى اساسا. ازاي دي؟ خالص. ده جانب بعض. طب الو الو، لو سمحت معلش ارجوك، معلش معلش لحظه. ما ارجوك يا عم عبد الرحيم. دلوقتي عم عبد الرحيم. لحظه لحظه. اتفضل. لحظه. الو الو. الو. ايوه يا دينا. ايوه دكتور. معاكي بابا. هو شوفي عايزه تقولي له ايه يا دينا؟ قول لها ازيك يا دينا. يا عم عبد الرحيم مش لا. كان نفسك تطمن لا. عليها؟ لا لا. ليه؟ ما قصرتش فيها. انا ما قصرتش. ده قبل اليوم، ده قبل الحدث بيوم امها جابتها وهي تجي لي دلوقتي 10 اخر النهار، لقيت البيت قلبها بيلقف عليها بتاع، قلت 50 جنيه هي انا اروح اعطي لها حاجات واعمل لها عصير وتفاح وكل حاجه. وانا واقف في البرد باخد برد لما اخذه وبرمي من بطني. ما هو مادة. احنا دايما كده الاباء والامهات بيربوا اولادهم ويتعبوا علشان فرحها. انا مجهز لها جميع. مش عايزاه، مش رايداه يا عم عبد الرحيم. كانت تقول لي قالت لا ما قالتش. كدابه. طب اهي بتقول لك. بص ايه؟ بص يا دكتوره. طب لو رجعت تجوزها محمد سويلم. ايوه اجوزها. اصل ما عادش تنفع. طب تمضي على تعهد بده دلوقتي؟ نعم. تمضي على كده؟ امضي. مش هجوزها رسمي؟ اه. واطلعها من بيتي؟ اه. وهجيب لها الملتزمات بتاعتها؟ اه. على عيني وعلى راسي. ادام حبهم. طب رفضته ليه قبل كده؟ إيه الفرق؟ انا رفضته على انه راجل مدان. راجل مدان. انا ما اعرفش موضوع مدان ده. مدان بقى اقول لك انا. اولا بدون بيت. اه. بدون عمل. بلطجي.
مثبت العربيات عليه حكم 10 سنين. بص يا عم ابراهيم، بص لحظه لحظه يا استاذ لحظه. لا يا استاذ سيد، انا مش اي كلام يا استاذ سيد، لان كل الكلام اللي بقوله كده يا استاذ سيد. والله ما في كلام انت خالص. اقول ساعات اكلم ساعتك، اتصل على المصر. اتصل على انهي مركز؟ على مركز الحسينيه يا باشا. يا باشا يا باشا يا باشا، القضيه اللي انت بتتكلم عليها ده رخصه باسم واحد تاني وكان شغال على عربيه. لا 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 لا، مسكت ان هي تسويق. لا لا لا، ما تقوليش بقى بطل على ثبت عربيات. انا عايز اتكلم. لا انا ساعات انا اقول لك لانه قاعد جنبني. انا اقول لك هم واخدين عربيات مسروقه ورايحين عضوها المره الثانيه. ما حصلش. لا حصل. ما حصلش يا سعاده الباشا. طب يا جماعه، طب الاول اسمعني الاول. معلش صبري، انا عايزاها تكمل تقول له. طب اسمعني بس، انا بنتي انخطفت بالاسم فلان وفلان وفلان من يوم 25 لحد دلوقتي ما حدش عبرني. عملت 100 فاكسات ما حدش عبرني. ما حدش عبرك منين؟ ولا حد جاني. ممكن اتكلم. وهو الشرطه بتروح للناس في بيتها لما تعمل بلاغ يا حاج عبد الرحيم. يا عم عبد الرحيم، انا شفت لك فيديو. اتفضل بعد اذنك. اتفضل. انا شفت لك فيديو بتقر فيه بانها مش مخطوفه الحلقه اللي فاتت. مين الحلقه؟ ثواني بس، اديني فرصه. طب دينا بتتكلم، ممكن نسمعها؟ ايوه يا دينا. على فكره اللي هو بيتكلم عليه اللي هو اسمه صلاح ده ما خطفنيش ولا عرفه. كله تحت التهديد، كله تحت البرشام والتهديد. يعني دينا دلوقتي متهدده ومتثبته وبرشام؟ يعني دينا مش بكامل ارادتها؟ لا. طب نشوف فيديو مع بعض؟ لا، انا عايزها تروح البيت واجوزها له بقى ادام هي، لانني بقى. طب جوزها له دلوقتي. صلى عن... لا ليه؟ ليه؟ ما هو احنا، ما هو انت مهددها بانك تقتلها. لا لا، ما هددتهاش والله. ازاي تاخدها وتروح؟ والله ما هددتها. انا هددتها عندنا هنا يا شيخ عبد الرحيم. مش هددتها هنا في البرنامج. اجيب لك انت قلت ايه؟ ان كانت اعصابي بايظه معلش. ده طب بلاش ضمني اعصابك بايظه وتاخدها البيت وتقتلها. يا سعاده الباشا، صلى على النبي. قلت هترجع سواء عايشه او ميته، صح يا عم عبد الرحيم؟ انا خيرتها. نعم، انا خيرتها على الواد ده. قام قالت لي حجري يابا ورا واحد حرامي وبلطجي والحكومه بتجري وراه وانا بقول وهي بتسمع. انا خيرتها عليه. ايه رايك بقى يا دينا؟ انت قلتي والله، انت قلتي لوالدك انت رافضه ابن عمك ولا لا؟ هذا حصل. ويوم ممكن نسمع دينا يا عم عبد الرحيم؟ انت هتكذبوني. انا عايزك تهدى دقيقه على بال ما انا اسال دينا. يا دينا، يا دينا اتفضل يا شيخ. نعم. قولي لابوكي انا غلطانه وانا اسفه وهبوس ايدك ورجلك وعاوزين نعيش في سلام. قولي اللي بقوله انا. سامعاني يا دينا؟ طب انا دلوقتي انا اتجوزت. يا دينا يا دينا يا دينا يا دينا. نعم. اسمع اللي بقول عليه وقولي ورايا. قول يا ابويا عبد الرحيم انا غلطانه وانا محقوقه وانا حبوس على ايدك ورجلك وسامحني. اتكلمي يا دينا. ايه؟ قولي لابوكي انا غلطانه وانا اسفه وانا بعتذر وعاوزه رضاك. انا غلطانه واسفه وعايزه رضاك بس. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اسمعني بقى، سيبك من دي كلها. عليه الصلاه والسلام. ايوه عليه الصلاه والسلام. احنا جرايه بس، مؤاخذه يا عم الشيخ. طب مؤاخذه يا عم الشيخ. طب دين واحده. احنا ناس عرب. ما انا عارف، واحنا عرب. احنا ناس عرب. اسمعني بس، تروح البيت وانا اجوزها. طب دي موضوع تاني رسمي قدام الناس، لان انا عمال بتعاير. طب دي واحده بس، لان انا عمال بتعاير، لان انا مش هتنازل يا عم. طب هو محافظ عليها يا عم عبد الرحيم. أنا ما تتكلم يا استاذ عصام. انا ماليش فيه. أنا ما تقول. انا لو يدرع لا، لو يدرع لا. دي واحده بس، لو يدرع لا. يا عم الشيخ، طب اديني فرصه. يا عم الشيخ، امال حضرتك اللي اتجوزها لو يدرع واحد ما بتحبوش وبعد كده تطلق منه؟ يا استاذ سيد، يا عم الشيخ، يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا، اتفضل. انت ترضى تدي بنتك لواحد زي كده؟ انا عايز اسال سعاده. خلينا احنا كلنا خلاص. واحد هتسمعني ولا هتقطعني؟ لا هسمعك. هتسمعني بس رد عليا في سؤال. ماشي، هتسمعني رد عليا في سؤال. هتسمعني يا باشا رد عليا في سؤال. ماشي، ما هرد عليك اهو. هتسمعني؟ ترضى تديها له؟ هتسمعني بقى؟ هسمعك بس ما ترد عليا. اولا الحرام اللي انت حضرتك بتقول عليه والبلطجي. ماشي. محافظ على بنتك بقى لها معايا بتاع 17 يوم. ماشي. حاول يجيبها لك، هي اللي ما رضيتش وهددته. هتسيبه البيت هي كمان وهتيجي واخدها عند اخواته وقرايبه وحافظ عليها. وبنتك بكر الرشيد لغايه دلوقتي وهي مراته ورسمي. مش هيحصل. مراته ورسمي. لاوي مش هيحصل كده. لاوي
تيجي البيت وانا اجوزها. بس انت بتقول لي حرامي وبلطجي وعملت ايه؟ ايوه 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 ما ترد عليا. طيب هو انت قاعد معاه؟ هو في محترم بيحافظ على بنت 17 يوم معاه؟ يا عم سيبك من القصه، في الطريق يا عم سيبك من القصه دي. القصه دي يا عم عبد الرحيم الوضع بتاعه انا تعالى وسيب بتاع يا عم عبد الرحيم. انت راجل طيب وراجل كبير في السن وعلى دماغي من فوق، وانت على دماغي من فوق بس ما تقولش كلام يعني ما بيحصلش كلام. هو ده المعروف، هو ده المعروف. طب ممكن استاذنكم ان احنا نشوف الفيديو ده لو سمحتوا؟ لو سمحتوا نزلوا لنا الفيديو. يا اخي هو دلوقتي صلى على النبي، هي بالكم هو العافيه. الله السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اني توكلت على الله وعلى بركه الله وزودتك نفسي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. طيب صلى الله عليه وسلم. ده عقد قرار محمد ودينا، خلينا نمشي مع الامر الواقع يا عم عبد الرحيم. الامر الواقع تروح للبيت وانا اطلعها. تروح لك ازاي وانت مهددها انك تقتلها وتقتله؟ والله ما هددتها، والله ما هددتها. ده معانا. طب هتقولوا الفيديو يا جماعه. بتتكلمي على ايدك النيله وانا اعصابي بايظه بنتي. طب انت ممكن النهارده تبقى اعصابك بايظه وبكره تبقى اعصابك بايظه. واحد مانيش عايزه. طب يبقى ايه الفرق؟ مخطوبه مع واحد مانيش عايزه. فرق ايه؟ فادام الامور بقت كده يبقى ياخدها من البيت قدام امام الناس كده، لان انا عادتنا اتعير بقى العمر. طب ما انت اللي وصلت نفسك لكده. ليه؟ ليه؟ ليه عشان؟ لان جالك البيت والبيت عايزاه. يا حول الله، البيت مش اعترفت لحد الا ان والله اروح البشعه، احلف لك على المصحف دلوقتي بنتي ما اعترفت على الواد الا دلوقتي. انا عرضتها عليها باشا. كلمتها فيه، قالت اجري ورا واحد. انت امبارح كنت في قنوات وعمال تجري ومخطوفه وبسلاح وعربيات الله اكبر وشويه مزيكا و امال ظروفها ايه دلوقتي؟ هي ظروفها ايه دلوقتي؟ مظبوط ظروفها ايه؟ امال ايه؟ لا لا اللي هي فيها ايه كده؟ والنعمه بنتك عايشه بسم الله ما شاء الله. والله والله يعني انا كنت زلمها والله بسم الله ما شاء الله. انا كنت زلمها مشغلها من انسان محترم وواخده انسان محترم حافظ عليها لغايه دلوقتي ما لمسهاش. والله ما يعرف على الاحترام حاجه. يا عم ابراهيم ما تغلطش. يا عم بقول لك والله ما تغلطش بس. ايوه انا بغلط. طيب انا عايزه اتكلم بالله كدب اصلا. انا عايزه والله كدب. لا شيخ صبري لا بقول لك لا. ايه دليلك؟ معلش انا دليلي كده انني بقول لك لا. انا بحلف يا سادق، انا بحلف سادك. طب انا عايزه الشيخ صبري بس اساله سؤال يا عم عبد الرحيم. اديني فرصه. لا ينفع الي نسيب. طيب بس غصب عني على حلاسه غصب عني. ده انا سبته اصلا. ها انت نسيبته اصلا؟ لا ولا معترف بالكلام ده. تعالى نقعد كده. طيب يا عم والله ما اعترف بالكلام. طب انا عايزه اسال الشيخ صبري يعني شرعا علشان ان كانت الحكومه هتجوز ظالم على المظلوم. مفيش حكومه ولا لينا ولا حكومه ليها علاقه ولا حد. انا لا بنتك عملت كده والولد طول الليل صاحيين طول الليل بيحرصوا على حضرتك عشان تنام مرتاح. انا حضرتك طالع تقول كذا. طب انا بقول انا بقى من يوم يعني ما رحت لهم جبت سيره الحكومه في حاجه. كفايه الغلط اللي انت غلطته. محدش انا مخصم المركز بقى. انت مخصم المركز ليه؟ مخصم ليه؟ ما عبرنيش. يعني حضرتك يبقى انت مش عارف تسيطر على بيتك وترجع تقول لي الاسم. لا انا مش حاضر بالظبط. ومش عارف ايه اللي قاعدين يحموكم وبيباتوا بال 24 ساعة في الشارع عشان خاطر سيادتك. بنتي ما مشيتش راحت بيتي، هم اللي راحوا خطفوها من البيت. يا سيدي يا طيب. حبيبي بنتك اللي طلعت وراحت له البيت. لا لا والنعمة؟ لا والله لا والله. بص يا عم عبد الرحيم بس معلش هي لازم تقول كل حاجة. طب انا يا جماعة عايز اتكلم. اتفضلي يا دكتور. بنتك قالت بعظمة لسانها انه هي لن تجبر انها تسيب البيت وسابته بكامل ارادتها وراحت لمحمد وحتى حب يرجعها قالت له ههرب انت منك انت كمان. انا بقول لك اللي اتقال. يسلمها. طب ثانية واحدة. يسلمها لك بعد كده ازاي وانت قلت هتقتله وتقتلها؟ لا 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 انا لا ما الكلام ده متسجل يا عم عبد الرحيم. انا منتظر حبس ساعة فيهم. طيب انا عايزة ساعة واحدة مش هرضى انحبس فيهم. طيب انا عايزه اسال الشيخ صبري. لو انا متدوسه للدرجه دي انا سعدت يا دكتوره قسما بالله لا من ليلتها جايبين صلاح عافيه
بس انا خفت من المتاهات، خفت من المتاهات. مين اللي يجيبها حافيه؟ بقول لك لو يعني احنا لو بدنا نمشيها عمق من ليلتها لخاطب صلاح. ما تعرفش تخطف حد. انا بقول لك انا بقول لك ما تعرفش تخطف. انا بقول لك لو والله ما تخطف مين؟ والله عايز يخطف صلاح. صلاح ما يعرفش حاجه اصلا على الموضوع. والله هو صلاح مين؟ والله العظيم والله اي حد. والله العظيم قول كلام انت قد بس يا عم صلاح. يا كا يا كا يا كلام سلام انت يا عم عبد الرحيم يا استاذ سعيد ممكن اتكلم؟ اولا انت ما تزعلش مني علشان ان كانت العربيه بتاعتك انا ما اعرفهاش. على فكره العربيه مش بتاعتي. امال بتاعت مين؟ هو ولا ليه علاقه بالعربيه دي؟ هو انت تعرفه اصلا ولا انت تعرفني؟ امال سعادتك منين؟ انا سعادتي منين؟ هي الدكتوره حضرتك تقول لحضرتك ان انا المفروض انت طيب. تعرف سعادتك برضه. يا عم عبد الرحيم احنا لينا في دينا عايزين نستفيد. انت ما تعرفش الحقيقه. انا اللي الحقيقه يا باشا انا عرفتها ومشيت فيها وانتدبت ان انا افضل فيها للاخر. والدكتوره دي ناس طيبه ومشوا في الطريق معاها مشاوير بالاعلام اللي حضرتك كنت فيه وبلاش ذكر اسماء ويجيبوا مزيكا ما كلفوش نفسهم ان هم يطلعوا يجيبوا بنت حضرتك. مين انت تقصدنا احنا؟ حضرتك مش لا تقصد مين اللي جايب مزيكا وعامل كده؟ لا احنا؟ لا يا دكتوره لا هو عارف كان خلاص. يا طب ما كلفوش خاطرهم ليه يا دكتوره ويروح يجيبوها ويحلوا؟ يا سعاده يا عم عبد الرحيم تعالى نقعد ونحل. يا سعاده اللي انت بتقوله ده غلط. طيب. يا سعاده الباشا اولا انا مش هحل. انا مش باشا والله. ليه يا عم؟ والله انت على دماغي من فوق. انت اللي على دماغنا من فوق يا عم عبد الرحيم. اولا انا مش هحل الا ان بنتي راحت. طب ممكن نسمع للشيخ صبري لو سمحت؟ نعمل بس احترام للشيخ صبري اللي قاعد والاستاذ عصام لو سمحت. يا شيخ عبد يا حاج عبد الرحيم ولو قال ان ده حرام والله ما همشي فيه. خلاص ايه حرام؟ نسمع راي الشيخ. نسمع راي الدين بقى. انا حرمت وحللت الدين اللي هم. انا ما حرمتش ولا حلال. انا ليا سؤال عندك بس قبل اتفضل يا سعاده. قبل ما الدكتور صبري يتكلم يعني عشان هو يعقب على كلامي. اتفضل يا سعاده الباشا. بص يا عم عبد انا نعم. انا مقدر الموقف اللي انت فيه. تمام بامانه يعني كلنا كلنا بص تمام. انا فلاح زيك يا عم وعارف معنى وعارف معنى انه ان البني ادم يعاير بحد من اهله ده معناه ايه كبيره قوي 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 انها تخرج حتى انها تتجوز بعيد عنك. بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت من حقك انك انت تختار العريس المناسب لبنتك. تمام. لكن مش من حقك ده على قد وجهه نظري الشرعيه اللي هي اللي اتكلم فيها الدكتور انك انت تجبرها انها تتزوج من حد هي مش عايزاه. يا راجل اطفح دي دم. ادي القانون بقى. يا اطفح دي دم ظبطها على حاجه على اولى خيرناها على العريس اللي هي اللي دي حاجته. ايوه احنا معانا دينا لسه. يا دينا انا معلش عايزه اسال دينا. خالها موجود يا عم عبد الرحيم. اديها واحده ارجوك يا عم عبد الرحيم لو سمحت لحظه. يا دينا. نعم دينا انت هل ما فيش يوم من الايام جيتي قلتي لوالدك صحيح انك مش عايزه ابن عمك ده زي ما هو بيقول؟ ما قلتيش ولا مره؟ خليها تجاوب خليها تجاوب خليها تجاوب بس. قلت لك والله ما حصل. طيب والله ما حصل منها الكلام. ووالدتك قالت لك ايه مره يا دينا انه على انه مش قلتي ان قالت لك مره انه حلفت انك ما انت هتتجوزي محمد وهتتجوزي عند فيك ابن عمك؟ مش قلتي لي كده واحنا قاعدين مع بعض؟ طب ممكن تقولي لبابا علشان الوالدك يسمع الكلام ده؟ ايوه هي قالت لي مش هديهولك لازم تاخدي ابن عمك. طيب يا دينا دلوقتي انا عايزه اسالك سؤال عشان تطمني والدك بيه. هل محمد لمسك او جه ناحيتك واحنا قلنا له هنكشف عليكي بالطب الشرعي لحد النهارده؟ ولا مستعريه منه؟ يعني انت عذراء؟ ومستعده تدخل الكشف الطبي ومحافظه على نفسك يا دينا علشان ايه محمد عمل كده؟ محافظ عليا ومحافظ على شرف ابويا برضه. لا والله انت حفظتي بحفظه خليت العمه حلوه قوي. الناس لما اخذه عماله تحط عليا. انت لو قلت لي انا مش واخده ابن عمي قسما بالله ما انت واخداه. لما بصيت الشبكه وانتهى. امال سابت البيت ليه يا عم؟ والله العظيم ما حصل. يا سابت البيت ليه؟ طيب يا راجل اكون بريء عن دين الاسلام. طب جاوبني جاوبني لما هي مش عايزاه سابت البيت ليه؟ اسالوها. طيب اسالوها والله ما حصل. طلع يقول ان هي متخدره وفي الفيديو اللي هي عملته. بس مش متخدره ازاي يا سعاده الباشا؟ دينا انت اتخطفتي يا دينا ردي على بابا. يا سعاده الباشا يا حاج انت بتكلمني وفي ايدك الشبكه. هو لو راجل وحش كان باع الشبكه باع التليفون ماشي ما كانش جاب لها شبكه جديده. حرامي ووحش قلت كلام كتير. عيب يا سعاده الباشا. يا سعاده الباشا ما ياخدش بنتي لو يدراع انا مربيها. طب معلش الحته دي بقى انا عايزه يتكلم فيها الشيخ صبري لو سمحتوا نسمع بقى. اتفضل يا شيخ صبري انا عايزه رايك في اللي بيحصل. يا عم عبد الرحيم اتفضل. انت هديت الاول
بس انا علي صوتك حضرتك. ما انا بقول ولا حهدا لان بنتي روحت البيت. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت مؤمن بالاسلام طبعا؟ الحمد لله الله الحمد لله. ايوه الحمد لله. زي الاسلام ما جالك الحمد لله وقال ان ولي الامر البكر تتجوز بموافقه والدها، اعطاها الاسلام حق الاختيار تمام، واجبارها على عريس لها حق طلب الطلاق منك حق. مظبوط ولا حق؟ طيب لما تعمل حاجه ديت تبقى ظلم عند ربنا، يبقى انت ظلمتها تمام، والظلم ظلمات يوم القيامه. اتفضل. التصرف اللي عملته بنتك بيقع تحت نقطتين. اتفضل. ايه هما بقى؟ اتفضل. الناس دي احنا فلاحين زي بعض. اتفضل. اه اتفضل. نقطه الشرع ونقطه مجتمع. اتفضل. اللي بيحكم المجتمع ده العيله والعمه، الشرع ولا الناس؟ الناس. لا الشرع. الناس. الشرع ازاي بقى؟ الشرع اه الشرع في شيء معين. ما انا بقولها خليك معايا واحد. اه الشرع. لما الشرع يقول دي حلال يبقى لو الدنيا كلها هللت اه ماليش علاقه بيها. طب وانا بقول وانا بحرم دي واحده. خليك معايا واحد. خليك معايا واحد. اسمع بس الشيخ صبري يا عم عبد الرحيم. اتفضل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت دلوقتي زي ما الدكتور الاخ عصام قال لك احنا كلنا ناس في اللحين. اتفضل. وعارفين اللي حصل لك تمام. والموقف ايه تمام. لكن مش في مخالفه شرعيه تمام. شرعيه ما فيش تمام. ليه؟ لان في واحد زيك كده جوز بنته غصب عنها. اتفضل. مظبوط. اتفضل. وراحت للنبي اه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. راح النبي مطلقها من اللي اتجوزته غصب عنها تمام. وقال لابوها ما ينفعش تمام، لازم يتجوزها اللي عاوزها تمام. دي يبقى شرع تمام كده تمام. يبقى لابد موافقه البنت تمام. انت بقى دورك ايه في الاسلام؟ دوري ده جه واحده ما تسمع مني. اتفضل. انت مش عارف دورك؟ لا اقول لك انا اهو. اتفضل. ايه هو بقى؟ ايه هو اللي انت بتقول عليه ده يا بنتي؟ اه محمد دي صفته كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان اني والي على ابني او بنتي، لان خبرتي كبيره وعارف القريه دي وعارف تمام. دي وعارف دي وعارف دي تمام. ولو خدتيه يا بنتي حياتك مش هتبقى كويسه تمام. جات لك والله يا بابا انا موافقه عليه، شيلوا دار هنقعد على شط الترعه بس انا مرتاحه نفسيا ومش مرتاحه للي عنده فيلا تمام. الصح ان انت تعمل ايه؟ اتوافقها تمام. ليه بقى؟ ليه؟ فضل. لان انت اديتها الارشاد تمام. ونصحتها اه وعملت ايه؟ اه واديتها النصيحه لله تمام. وهي ما استجابش للنصيحة تمام. يبقى خلاص انتهينا. طيب التصرف اللي عملته بنتك بقى ما تاخد واحدة واحدة. فضل. احنا جرينا. لا. ما احنا بنتكلم مع بعض. لا ما جرينا. ما هي واحدة 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 واحدة. فضل. انا عاوز يتفك اللي في دماغك. اتفضل. واللي انت عاوزه هيتعمل تمام. صح ولا لا؟ انت على راسنا كلنا النهارده يا عم عبد الرحيم. الله يستر معاك. ايوه الله يستر معاك. يبقى اولا لما يقول لك واحد وانت معدي بنتك بنتك طفشت يقول له كذاب، بنتي اتجوزت بشرع الله، بنتي هتطلع من بيتي اه بكر لازالت بكر، ما غلطش فيا ما غلطش فيا، جاب حقها كله اه، جاب لها شبكه اه، كتب جايمه اه، كتبني عليه شيك على بياض علشان حقها بعد كده. ثانيه واحده شيخ عبد شيخ صبري. نعم. اتفضل. شبكه بنتك اللي جايبها محمد، جاب شبكه محمد لبنتك جديده احسن من العريس التاني اهو. دول اللي بجديه بقى يا عم عبد الرحيم الفدان ارض عندكم. وماله؟ مظبوط كده؟ تمام. طيب يبقى احنا ايه نقول؟ ايه نقول؟ بالصلاة على النبي كده، دي لعم عبد الرحيم امسك من ايدي. اتفضل. بس كده دي الاول كده. اتفضل. يبقى عمل شيء اللي هو ايه؟ الصداقة. المهر اللي ربنا قال عليه. يبقى اتفقنا كده تمام. نقطة تانية بقى. اتفضل. نيجي نقول لدينا ايه؟ نقول دينا سمعنا الوقت. ايه سمعانا؟ ما انا عارف بس رد عليا. قول انا عارف انها سمعانا. رد عليا بس خليك معايا. اتفضل. يا عم ادينا. اتفضل. اللي انت بتقولي عليه ده مش كويس. هتقول لك بس انا عاوزاه يابا. تمام. قولها وانا مبارك يا بنتي، بس انا ارشدك وعاوز ارد لك الواجب اللي عليا عشان لو انحطيت في القبر انسال يوم القيامه عنك. الله يفتح عليك يا شيخ صبري. واطلعك من بيتي معززه مكرمه تروحي للبيت الثاني. تمام. عشان لو حصل مشكله في يوم من الايام مع محمد مش عايركي. طب ما هو ده اللي انا عايزه يا يبقى خلاص كده اتفقنا؟ صلي على النبي. اهدى بقى. عليه الصلاه والسلام. اهدى بقى. الاول قبلها ديت؟ ديت؟ اه. لو جت دي انا 10 مرات. طب ما تاخدها من ايدي. لا مش هاخدها. طب ما تاخدها من ايدي دلوقتي. لا مش هاخدها من ايدي. داني يا عم انا ما دخلتها من ايدي. يبقى خليها يحط جنبه اهم بس صلي على النبي. يعني هتكلم دينا دلوقتي. اتفضل. هتكلم دينا. اتفضل. ليه بقى؟ اتفضل. ايه اللي بيفرق الكبير من الصغير؟ ايه اللي بيفرق الكبير من الصغير؟ ايه هو اللي بيفرق؟ الصغير يغلط والكبير يسامح. والكبير يسامح يعني؟ صح ولا غلط؟ في كل حاجه. وتسامح مين؟ بنتك. ما ترد عليها يا عم. سامح في كل حاجه. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. القران بيقول ايه؟ بقول له خذ العفو وامر بالعرف
واعرض عن الجاهليه. اتفضل. لما نكون بنتك ديت في نقطه مهمه جدا، مش عملت كده، لا طلعت في الليل وواحد ضحك عليها ومش اتجوزها وغلطت غلطه، العار ده زي اللي حصل دلوقتي؟ لا. لا مش زي. الي ايه؟ الي ايه يعني؟ انت الك ايه دلوقتي؟ الدكتوره مشكوره على بتقول من فوق، بتقول هنكشف عليها. الله يسعدك، هنكشف عليها. تمام. في الدكتور اللي انت عاوزه. تمام. سيبك طب شرعي مش دكتور كمان. الطبيب الشرعي. وهنثبت ان هي بكر ولم يلمسها احد نهائي. تمام. تمام كده؟ تمام. يبقى العمه بيضة. تمام. ولا مش بيضة؟ تمام. بيضة اهي. تمام. نيجي للنقطه الثانيه. اتفضل. ايه هو؟ اتفضل. التعهد اللي ناخده عليه بعدم اضرار بيها ولا بجوزها. يعني بينه وبينهم اسمعني بس. فضل. لا اتفضل. مش ينفع مع ابراهيم. ما احنا بدانا من الاول حلو. انت رجعت في كلامك تاني ليه؟ انا رجعت في كلامي. قلنا الكبير يعمل ايه؟ مستعدين نجيب دينا ومحمد على الهوا. بس تهدى ونفرح بيهم مع بعض. لا 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 قلت لك غريبك. اتفضل. طب دي واحده بس. اتفضل. يبقى الاول اتفقنا ان محمد هياخد دين. تمام. اتفقنا في كده. تمام. ولا زعل ديت؟ لا ما زعلش. طيب دينا بك. تمام. عمتك ايه؟ بيضه. تمام. مظبوط. حافظ عليها. تمام. 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 وانت شرعا اللي عملته دينا مش فيه مشكله. تمام. لانك باركته له. تمام. خلاص ولسه مش دخل عليها ولا لطها. تمام. يبقى احنا مش حصل مشكله خالص. الله يفتح عليك يا شيخ صبري والله. دي حاجه ثانيه يا شيخنا. ايه التعهد؟ دي واحد يا دكتور عصام. ادينا حقوق الزوجيه كتبناها قايمه على بسمها. هنعمل كل حاجه. انت الاستاذ عصام المحامي النقد هيقول ايه الاقرار اللي هيتاخد عليك دلوقتي. تمام. قدام الناس. تمام. عشان تتعهد الدكتوره. تمام. ان احنا نجيب دينا. تمام. ونروح عندك. تمام. ونقول للمركز. تمام. وللمدير الامن. تمام. وللناس ان احنا حلينا المشكله في امن وامان. تمام. عشان احنا ونفرح كلنا مع بعض. بلدنا عاوز امن الوقت يا مبرح. تمام. انا عاوز اقول لك حاجه. فضل. اولا حق بنتك اللي انت بتدور عليه اللي انت ربنا خلقنا عشان نحافظ على اولادنا. فضل. هيحصل. تمام. هيحصل ازاي؟ ازاي؟ قدم شبكه عد معايا ومهر. تمام. مؤخر وهجهز لها شقه. تمام. مؤخر. ماشي. تمام. ومؤخر. تمام. تمام كده. تمام. وهي حرة في اختياره. بس اتفقنا؟ بس يبقى قدام الناس كده. تطلع من بيتك قدام الناس. خلاص. الدكتور عصام انت استاذ عصام ايه التعهد ناخده دلوقتي؟ اقرار عشان الدكتوره على الدكتوره مش كتابي. اقرار على الهوا بس. لا معلش. احنا بنقول دلوقتي لا احنا عاوزين كتابي وورقي. ايه اللي انت عاوزه دلوقتي يا عم عبد الرحيم؟ في ايدي اهو. في ايدي انا. وسلام وامان. ايه اللي انت عاوزه؟ هو يقول على الهوا. اقوم ابوس راسك يا عم عبد الرحيم علشان تهدى ونرضيك. والله انت زي ابويا. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. عايزك تهدى. انا هادي بس تهدى. بنتي تروح وبنتك تبقى في حضنك شرعا من البيت. ماشي. دي واحده بس انت انا عايزك تبقى انت قاعد راضي وكويس ونسترضيك. انت ابونا كلنا. والله العظيم والله العظيم لو قلت لك الدنيا دي ملكي كلها وحديها لك اعتبري ان انا حديها لك مفيش فصال. الله يبارك لك ويسعدك. بس طلبي ان بنتي تروح وتطلع امام الناس. انا جبت بنتي وجبتها سليمه وهجوزها له رسمي. طيب ادام بحبه. ما هي رسمي. لانها كذبت عليا. هي كذبت عليا. معلش وكذبت في نفس اللي بتقول يا معلش والنبي تاني. معلش طيب انا مش حابب راجل عندي 65 سنه معاش معاش ولا كان. طب ماشي معاش ولا كان يا عم عبد الرحيم. ردت عليا قالت اجري ورا واحد صايع. اهدى بس. زي ما بكلمك انا كده. طب اسمعني اسمعني. طب اسمعني انت ما تعلمش بيا. سيبك من كلمني كلمني انا. اهدى بس. انا عارفك انا. خلاص تهدى. صلي على النبي. ما تزعلش يا معلم. اشرب شويه ميه. طب اشرب شويه ميه. اشرب شويه ميه. سمي بالله. خلصت. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. خلصت ولا لسه؟ حط ايدك في ايدي. حط ايدك ايه؟ الدكتوره بست على ايه؟ الدكتوره دي انا. طب رد عليا. طب رد عليا. طب رد عليا. طب رد عليا. سلامتك على راسك. سلامتك يا عم عبد الرحيم. رد عليا. رد عليا. قول لي ايه؟ بس بالراحه واحده. نعم. الدكتوره عملت ايه؟ بست على راسي. عشان مش تزعل. صح ولا غلط؟ اتفضل. مظبوط؟ اتفضل. وانا ابص على ايدك اهو. عشان مش تزعل. يا عم ايه ليه كده بس؟ يعني مانيش عارف انتوا بتعملوا معايا كده ليه بس؟ عشان بنحبك يا عم عبد الرحيم. لا وكرامتك جدا محفوظه. مش تزعل.
الدنيا كلها عماله توسخ فيا. ما تزعلش. مفيش حد يقدر. ما تزعلش. الدنيا كلها بتقول. طب انا عايز اقول له حاجه يا شيخ صبر. طيب. بص يا عم عبد الرحيم. فضل. انا كنت عامله، انت شفت حلقتك ولا لا لما كنا اتعادت؟ انا شفت يا دكتورة. شفتها؟ انت شفت يا دكتورة. الجزء الاولاني في الحلقه. انت يا دكتوره، انت والست اللي وياكي، انا هشيل جسمكم على راسي. الله يساعدك. بس انا بتجاوبني بس، جاوبني. اتفضلي. الحلقه اللي قبلك في الحلقه. انت شفت الحلقه؟ اه شفتها. طب ابقى اتفرج يوم الجمعه حصل ايه فيها، واعرف وقول الحمد لله واسجد سجده شكر لله. الحمد لله. ها؟ الحمد لله على اللي حصل ليها. الحمد وانه لله. بنتك حصل معاها ايه ودي حصل معاها ايه. اتفرج بكره على الحلقه. الحمد لله. صل على النبي. هضيف لك حاجه كمان. اتفضلي. انت عرضك واسمك وسمعتك ورجولتك واسم عيلتك الولد محمد ده صانها. انا ما خلاص بقى. وانا كبر في نظري يا دكتوره ان يجي تخرج من بيتك يتقدم قدام الناس. حاضر. خلي بال سيادتكي. ايوه يا استاذ سيد. استنى يا استاذ، حط ايدك في دي. اتفضل. قول اعاهد الله عز وجل. اعاهد الله عز وجل. عهدا. عهدا. اسال عنه يوم القيامه. اسال عنه يوم القيامه. ان انا مسؤول. ان انا مسؤول. لا يصدر مني فعل. لا يصدر مني اي ولا فعل. ولا اتباعي. ولا اتباعي. ضرر. ضرر. لدينا. لدينا. ولا محمد. ولا محمد. وانا موافق على الجواز. وانا موافق على الجواز. لما تيجي بيتي. لما تيجي بيتي. وتطلع بيت من بيتي. وتطلع من بيتي. وانصدر اي حاجه. امام الناس. دي واحده. وانصدر اي حاجه أكون مني. اكون ملزم. نكون ملزم قدام القانون وقدام ربنا. القانون وقدام ربنا. انا نفسي ازغرط، ما اعرفش ازغرط. اه انما بره كده مش هيحصل. طب انا هتفق مع اتفاق، احنا نودي دينا بنفسنا. ونحضر الفرح. الفرح. ونعلن. طب صلي على النبي يا دكتور. وتمشي مع صلي على النبي. طب صلي على النبي. صلي على النبي. طب دي واحده بس. طب رد عليا. اتفضل. الوقت العريس الدكتوره هي اللي منسقه الموضوع. اكيد مجهز نفسه. تمام. اكيد مجهز نفسه. تمام. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. والشبكه هتاخدها معاك الوقت اهو. تمام. دي بتاعتك اهو. اه. وهي هتنسق، هتتصل بيك وبينا. تقول هنروح يوم ايه وفي غضون 48 ساعه يكون دخلناها. تمام. عشان نقطع الالسنه نهائيا. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. ونقعد في المسجد ونعمل واجب مش حصل. اتوكلنا على الله. دي عهد. اتوكلنا طيب على الله. طيب في ممكن التليفون إيه؟ المداخله دي بس. من مين؟ ايوه يا محمد. ايوه. اه دكتوره. اتفضل معاك الحاج عبد الرحيم الجميل القمر. طب معلش الحاج عبد الرحيم حماك اهو. انا تعادنا اهو. الله اكبر. انت لسه معاهد ربنا. قول اللي انت عايزه يا محمد. والحاج والحاج عبد الرحيم سمع. دي واحده بقى. نسمعه بس نسمعه. يا محمد. نعم. قول لعمك عبد الرحيم اني طالب القرب منك واني خدامك واني غلطان في اي حاجه زعلتك. يا عم شتيخ، يا عم شتيخ. قول ورايا يا محمد. قول ورايا بس. قول لي يا عم عبد الرحيم انا غلطان لك واني صوره عرضك واني عاوز ابقى نسيبك ويبقى انت جد عيالي. يا عم عبد الرحيم انا غلطان لك، وبعدين انا ما شفتش ابويا يا عم عبد الرحيم، وانت ابويا وجدتك على دماغك. العفو يا عم. كده في حاجه بعد ده طلب ايه يا عم عبد يا عم الشيخ. اسمع يا محمد اللي بقول عليه، ما تكترش في الكلام اللي بقول عليه بالظبط. ماشي. بس قول له انا موافق يا عم عبد الرحيم. قول له انا موافق. انا موافق يا انا موافق. وانا موافق. اعتذر لك. والله اعتذر لك قدام مصر كلها. موافق رسمي. طلب ايديها قدام مصر كلها اهو يا دكتوره، وبيقدرك وبيحترمك وبيعتبرك والده. ما تكسرش بخاطره. انا عايز اقول حاجه يا دكتوره. اتفضل. اتفضل. انا عم عبد الرحيم طلعني حرامي وبلطجي. لا 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 يا محمد يا محمد يا محمد. ابوك وسامحه يا محمد. يا محمد. الناس نعم. الناس بتقول على ربنا وبتقول على النبي، وانا خدام عم عبد الرحيم. وصل له كلمه غلط، انت هتثبت حسن نيتك وهتشيل بنته على راسك وهتقدم اللي هو عاوزه كله. وانت واخد حته منه برضه يا محمد. ما تنساش يا محمد. يا محمد احنا احنا في اطار ممنوع الكلام فيما مضى. طب انا عايز اقول حاجه. ما تقولش غير ما اللي مضى ما تكلمش فيه. انت انا عايز اقول حاجه. طب انت ودينا غلطانين لعمك عبد الرحيم. خليه يقول يا صبري. خليه يقول. اتفضل. انا غلطان وعايز اقول حاجه. اتفضل. بنته معايا بقالها 14 يوم ما لمستهاش عشان خاطر ارفع براس عم عبد الرحيم. ربنا يبارك فيك. ايه رايك يا عم عبد الرحيم؟ اشكر. تشكر يا عم. وانا راضي تكشف عليها، توديها الطبيب الشرعي يكشف عليها، وانا راضي باللي عم عبد الرحيم عاوز. والله رجوله. احنا قلنا له. هو اللي وانا خدامك يا عم عبد الرحيم، وعلى اللي انت عايز تقوله في حقي قوله. لا هو مسامح. مسامح يا عم ابراهيم؟
مسامح يا عم. ايوه من عفا. طب قول انك وافقت يا عم عبد الرحيم. قول يا عم عبد الرحيم. قول له خلاص انا موافق. وانا خلاص انا خدامك يا عم عبد الرحيم. ماشي يا ريس. يعني هنجي لك يا عم عبد الرحيم وهنشرب الشربات عندك. ان شاء الله. وانا معزومه. ان شاء الله. والشيخ صبري. ايوه. والاستاذ عصام. على دماغي من فوق. والاستاذ سيد. على دماغي. قول يا استاذ سيد عايز تقول ايه اذا كلمه حلوه لانه اذا كلمه وحشه بلاش. لا والله اللي انا شايفه ان عينه محمد في الايام اللي احنا فيها وكل يوم الاعلام اللي بيجيبه عينه محمد مش موجوده. فاحنا نساعده يعني ما احنا ساعدناه بما فيه الكفايه. آه. وهو دي عمل شبابي واحنا مرض اجتماعي حصل في الامه واحنا بنحاول نلم ومش حاول نفرق طيب الشباب وخلص ونحاول نتدارك الامر. عامله برنامج ان هي تلم كل الاسر. احنا بنقول التصرف غير سليم لا لازم نؤمن بيه ولكن الحمد لله وقف عند نقطه معينه العريس راجل محترم صان البنت والعم عبد الرحيم طلع كريم ووافق على زواجه يعتبر عقد زواج جديد دلوقتي. قول يا عبد الرحيم في ايدي. نعم. قول لي في ايدي اني. اتفضل. قول اشهد الله عز وجل. اشهد الله عز وجل. انني زوجت. لا دلوقتي طب لا. طب لا دلوقتي لا في البيت لا مؤاخذة لا أنا لا في البيت أنا لا في البيت هنعمل ده في البيت. طب صلي على النبي. طب صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام في البيت. طب رد عليا. لا مش هقعد هنا. طب رد عليا. مش هقعد هنا. طب رد عليا. يا عم الشيخ. يا عم الشيخ مش خمسة شوكة تلابية. لا مش الله في البيت. في البيت في البيت في البيت مش تاني. الله مش احنا اتفقنا كده يا عم الشيخ وتعهدنا مع بعض الاول. اه يبقى خلاص انا مش عارف صغير. ماشي يا عم عبد الرحيم. ده انا عندي 65 سنه. ماشي. طيب انا عايز اسال الاستاذ عصام. الله. استاذ عصام شرعا بقى وقانونا قانونا دكتور صبري قانونا اللي حصل دلوقتي والتهم اللي كانت موجهه لمحمد اذا الاسرتين تراضوا الخطف وسرقه الذهب والموبايل ايه ما فيش خلاص؟ يعني ما فيش اتهام بالنسبه لمحمد حتى لو لا هيبقى تصالح وهيبقى كل شيء مع احترامي لعم عبد الرحيم. لا هو لا اصلا ما فيش وكت سرقه يعني لا في كل حاجه وعم عبد الرحيم هيسامح ويعفى. انا بقول حتى لو في شك ما فيش ما فيش وكت سرقه وخلافه. انا بس المشكله في حاجه رأب الصدع ده يعني انا بس يعني مش عارف يعني انا عايز عم عبد الرحيم كده يدينا الثقه بان هو لما محمد يروح الموضوع يعني زي ما احنا شايفينه هادي هنا يبقى هادي هناك لان ده مش عايزين اديني فرصه طب اكمل كلام هيروح انا مقدر اسمعني بس يا استاذ دكتور عصام اتفضل. عم عبد الرحيم هيروح لرئيس المباحث والمأمور يدعيهم للفرح يحضروا معانا تمام انت فاهمني ده شتمهم يا شيخ ده جه واحده بعد اذنك يا سيدي اتفضل الدكتور هنمسك معاهم هم متعودين على كده دايما على فكره والبوم كبير والبوم كبير انا مخصمهم علشان اني عارف اني بعمل ايه لا طب انا بقى مخصم طب رد عليا طب رد علي احنا ما احنا الحكومه اهو احنا معاك على دماغي من فوق خصمين ده كل يوم شهداء إيه؟ وشايفين بلاوي يا عم حرام عليك يا استاذ والقران الشريف اليوم اللي بعده سيبهم خلي البلد تقوم خلي البلد تقوم يعني اليوم اللي مش بعده عليا فيه قسما بالله ببقى حزين يعني قسما بالله الشرطه مش عدت لان انا على الطريق العمومي الشيخ عبد الرحيم الشرطه لو مش عدت عليا يوميا ببقى عجيب يا حاج عبد الرحيم يا حاج عبد الرحيم اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك هتستعجل يا عم عبد الرحيم بواجب مطمئن لان انا على طريق وبشتغل بص يا عم عبد الرحيم هو يعني خلي بالك اليومين دولت عقد القران بيتم وبعد كده الجواز بيتم او الاشهار قدام الناس يعني ممكن عقد القران يتم قبليها فانا اعتبر اللي حصل ده عقد قران زي اللي بيتم من خلص كل حاجه وهنقعد في البيت ماشي بس انا ليا طلب عندك يعني. انا بقول لك اسمعني بقى في دي اتفضل يا باشا انت النهارده محاط بالامور كلها قبل مروح محمد ودينا البيت معايا اتفضل يعني انا مش في فرق بين انا بنبه عليك او ان انا بخاف عليك ومقدر اللي جواك ان اي تصرف غير سوي سواء تجاه دينا او تجاه محمد يعني انا بقول عايز اقول اديني فرصه اديني فرصه تقصد ايه يا استاذ عصام يعني ممكن عم عبد الرحيم يبلغ يعمل اي حاجه لا 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 انا بتكلم عليه يعني مش عايزين مشاكل فيما بعد انا عايز اقول ايه عايز تضمن نتكلم بقى بلغتنا احنا كفلاحين اتفضل تمام اتفضل هناك خطا من دينا هناك خطا من دينا مش هنقدر نقول لا طبعا هربت من بيت ابوها في خطا طبعا بس احنا عايز اقول ان يعني نعالج الخطا دي نعالج الخطا وكمان وعايز اقول ايه نتكيف مع الامر الواقع بمعنى هي سابت البيت تمام وانت النهارده كنت محطوط بين خيار اسوأ واسوأ ده الخيار ده صح وبما يرضي الله ورسوله فضل. طب تخيل لو راحت لواحد متشرد او واحد مجرم واعتدى عليها تخيل لو هي زي ما هددته وسابها وسابها وقالت له انا هطفش
لا هقعد معاك لما قال لها تعالى اوديكي لابوكي، وخد بعضها ومشيت وتلقفها بعد المجرمين. انت فاهم يعني بعد المجرمين؟ ده هو انقذها تجار الاعضاء ويعتدوا او يعتدوا عليها او خلافه، ده هو انقذها يا عبد الرحيم، فهو انقذها وتزوجها على سنه الله ورسوله. انا عايز الامور دي كلها تتحط في الكفه عندك لما تيجي انت تنظر للموضوع تقول ايه ده صان شرفي، ده كان قدامه هي اخطات، بس انا بتكلم على محمد بقى وعندي بنتك، انا مش هوصيك على بنتك، اخطات بس مهما تكن دي ضنا وفي خطا لكن انت برضو من عندك كان عندك جزء من الخطا برضو، انك انت كنت هتجبرها على زواج هي مش عايزاه. فعايز اقول ايه؟ عايز اقول ان احنا نعترف ونقر بخطانا ونقر بعدم احتواء البنت ونحاول نتكيف مع الامر الواقع، وخاصه بانها زي ما بتقول لك انها ما زالت بكر، يعني معنى كده انك انت رافع راسك في وسط البلد هناك. الامور تبقى زي ما انت قلت، مش انها تروح هناك او محمد يروح هناك. والله امير الامراء انت يا عم عبد الرحيم، يا عم عبد الرحيم صل على النبي. عايزين نقول كلمه اخيره علشان عايز اختم لازم. ما انا عاوز اقول له على حاجه بس عشان يهدى بس. اتفضل. اولا كده انت الدكتوره والناس المحترمين بتوع البرنامج دول تبنوا الموضوع وظهرت على حاجتها، وبنتك كويسه واخطات لانها صغيره والولد صغير، ويجب احنا ككبار نحتوي الموقف. ماشي ليه بقى؟ ماشي يا عم. وقتين من هقول لك على حاجه. اتفضل. لو حاجه تعيب حصلت انا هقف جنبك. اتفضل. لكن الحمد لله لحد دلوقتي مش حاجه حصلت. اتفضل. يبقى انت مش في اي حاجه تسوقك. ماشي. واللي حصل ده هو انت يجب تاخد منه درس وانا اخد منه درس. ايه الدرس اللي الاسلام قال عليه؟ ان انت تقول عمها رابطها وبتعود مطروح يقولوا عمها حاجزها، دي حرام شرعا. ليه؟ لان مش ينفع اجوز واحد غصب عنه. احنا بنقول حدانا ايه؟ اللي مش بيحب لقمه مش باكلها. طب نرجع للعهد القديم ونقول المراه غصب عنها تتجوز فلان؟ لا، انا ما قلتش الاسلام كده. مش قال كده. انا ما قلتش كده. انا بديك مثلا يا عم الشيخ، انا ما قلتش كده. بناخد درس، بناخد درس بنقول للناس. هو انا يعني تايه؟ بنقول للناس مش لك انت، بنقول للناس اللي هم مش واخدين بالهم، اللي انت عمها رابطها ديت في العرب حداك وهنا وهناك، نقول لهم دي حرام شرعا، حرام. المراه دي لها كيان. الاسلام بيقول ان هي تختار اللي عاوزاه. الاسلام بيقول ان المراه ديت اختك. النساء شقائق الرجال. خلاص سمعت يا عم عبد الرحيم؟ علشان خلاص عايز اختم الحلقه. كلمتك يا استاذ عصام. طالما اتكلم في 8300 جنيه انا عرفت انه موافق. خلاص واحنا شاهدين. الساده المشاهدين في نهايه حلقتي هتكلم مع كل اب وام بيختاروا عريس لبنتهم. نعم. ما يجراش حاجه، خدوهم فقراء يغنيكم الله. نعم. هتكلم واقول اوعي تنخدعي وتفتكري ان كل واحد يطلع زي محمد. محمد حالة نادرة، مش كل واحد هتهربي معاه هيصونك. هتكلم واقول للاعلام اتعبوا شوية ودوروا على الحقيقة. بلاش استسهال، من حق كل طرف عرض وجهة نظره، وده دورنا احنا. هتكلم مع كل اب وام. خلي من معايير اختيار زوج بنتك اهم حاجة علاقته بربنا. لو كويسة جوزيها له على طول مهما كانت الظروف والضغوط. هتكلم. اصبحوا على خير، والى اللقاء في الحلقة القادمة.